وجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وجه للإعداد والتحضير لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى جائزة سموه لمشاريع التخرج على مستوى جامعات المملكة، وذلك في جميع تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات، والذي تنظمه جامعة البحرين هذا العام خلال شهر ديسمبر القادم، حيث تأتي هذه الجائزة من ضمن مبادرات سموه لدعم الشباب البحرينية. وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن هذه الجائزة تأتي ترجمة لتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في رعاية ودعم الشباب البحريني نحو إبراز طاقاتهم وإمكانياتهم بشتى المجالات لا سيما التعليم، والذي يمنحهم القدرة على الابتكار العلمي بما يخدم تطور وارتقاء الحركة التعليمية بالمملكة، والذي ينعكس بدوره على مخرجات التعليم للسوق المحلية، والذي يساهم في مواصلة العملية التنموية في قطاعات المجتمع. وأوضح سموه أن القيادة الرشيدة أولت اهتمامها بالشباب واعتبرتهم المحرك الرئيس لعملية التنمية الشاملة في المملكة، وذلك من منطلق إيمانها بطاقات الشبابية ودورها في نهضة المملكة واعتبارها شريكا هاما في عملية البناء والإصلاح والمشاركة الديمقراطية، والذي يعكس أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. مشيدا سموه بجهود جامعة البحرين، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لطلبة وطالبات الجامعات بالمملكة الذين سيشاركون بابتكاراتهم في هذه النسخة من الجائزة. لنصنع الابتكار، هذا هو الشعار الذي رفع ليكون محط الأنظار، وذلك للنسخة الثانية من ملتقى جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزة، والتي تهدف إلى إبراز وإظهار الإمكانيات الذاتية ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الشخصية. ليس ذلك فحسب، بل لتطبيق أفكارهم وابتكاراتهم على أرض الواقع ووضعهم على بداية طريق نجاح. للنجاح الكبير للجائزة في نسختها الأولى، وجه سموه أن تكون هذه النسخة لتشمل جميع الجامعات في البحرين لمشاريع التخرج بالنسبة لكلية الهندسة وكلية تقنية المعلومات. جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جائزة ينتظرها طلابنا بفارغ الصبر، يتميزون فيها، يبدعون فيها، ويتفوقون من أجلها. ولهذا السبب وضعنا كل الإمكانيات في جامعة البحرين لإنجاح تنظيم هذه الفعالية. جميل في هذه النسخة أن وبتوجيه من سمو الشيخ خالد هو مشاركة الجامعات الخاصة في المملكة. النسخة الأولى كانت شملت طلبة جامعة البحرين، وأيضا كانت متألقة في الحقيقة ومتميزة، وكان أيضا يعني دعم سمو الشيخ خالد لها كان يعني علامة مميزة في إنجاحها. الاجتماع الأول للجنة العليا لجائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزة، والذي عقد بمقر جامعة البحرين بالصخير، جاء ليرسم الملامح الأولى للجائزة بعد مناقشة شروطها ومعاييرها التي توجه مشاركة 10 جامعات، بالإضافة إلى اعتماد الجوائز وتحديد موعد إقامة هذا الحدث الذي يهدف إلى اكتشاف جيل جديد قادر على العطاء والابتكار بما يحقق تنمية وتطوير المجتمع. الاجتماع الأول بصراحة كان مثمر وشمل كل الإجراءات اللي هي خاصة بالجائزة، من تكوين اللجان ومن عدد المشاريع المقدمة، وطبعا انبثقت بعض اللجان اللي هي هتواصل عملها، وخاصة لجنة التحكيم، والتواصل دائم، وحيبقى في اجتماع مستمر للوصول للمرحلة النهائية في تحديد المشاريع ودخول المسابقات. الطلبة عندهم فرصة يقدمون أحسن المشاريع في الكليات في الجامعات، وإن شاء الله هاي يعني فرصة يطورون روحهم في المستقبل. شكر لسمو الشيخ خالد على أن هاي يطرح هالمبادرة، بحيث أن الطلبة نفسهم يحصلون يعني مكان يبدعون فيه ويوصلون هالفكرة إلى المجتمع بنفسه، وبحيث أن يتواصلون حتى مع قطاع العمل
وممكن مجرد المشروع كان مجرد فكرة تتطور إلى شيء عملي يطبق في مملكتنا البحرين، وبهالشيء يطور وننهض أكثر وأكثر في مجتمعنا. التفكير الابتكاري هو أحد المواهب التي تسعى إليه العقول، فشباب اليوم دائما ما يبحث عن التميز والتفرد المطلق والشعور بالتفوق على الآخرين، وبلا شك أن الدعم يولد المزيد من الابتكار، وذلك يجسده سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الذي يوفر أرضا خصبة لقطف ثمار تخدم مملكتنا الغالية.